باذن تعالى نتامل ان شاء الله من واحد رمضان يبدي موضوع الحظر ان شاء الله بالازاله ويستمر بعد ذلك ان شاء الله. زين الكورنيش اصلا اللي الاخوه اللي قاموا عليه للاسف حقيقه تضرروا ضرر كبير، وكان المفروض انه احنا نساندهم ونحب وياهم، هذا المشروع هو عائد هذا المشروع لاهلنا وناسنا، واليوم تصوروا واحنا ما عندنا حديقه واحنا الناس تبعد من متساهل شيء بسيط شيء تقول خلاص نبعد منها كل الناس، ما بالك لو كان هذا صاير لو شو هو التصميم مالك. زين الشركات اللي وقت صمموا اربع خمس تصاميم اجت ما وقفت الا على تصميم معين مع خبراء يلا وافقنا عليه، والله كان تحفه سياحيه وتدفيهيه في كل المدينه. باذن تعالى نبقى ان شاء الله نكمل هذا المشروع على باقي من الايام خاصه